سلمى، يلي إلي إلك مبادرة أطلقتها لجنة العمل الاجتماعي في مدارس الأحاد الأرثوذكسية، الهدف تقديم الدعم للأسر المحتاجة ومشاركة الأغراض والمواد اللي ممكن تحتاجها وتفتقدها بظل هالظروف الصعبة اللي عم نعيشها. أكيد نور، الفكرة بدأت بتبرع كل شخص لأشياء بيمتلكها ولا يستخدمها ليشاركها مع من يمكن أن يستفيد منها بسعر رمزي جدا. اليوم رح نتعرف على الفكرة بشكل أوسع وأيضا مناح المجالات والعمل الاجتماعي مع ضيفنا بالاستوديو السيدة ليندا فرح، مسؤولة العمل الاجتماعي العام بمدارس الأحد الأرثوذكسية بدمشق، ومي فرح منظمة البازار. يلي إلي ألك، يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح. يسعد صباحكم. بالبداية خلينا نحكي شوي عن العمل المجتمعي اللي عم تمارسوه بالسنوات الماضية، ويمكن اللي نوعا ما هلأ نحن بأمس الحاجة إلى إله، وعم يكون في صدى كتير كبير من خلال جمعيات أهلية، من خلال كمان مبادرات فردية عم نشوفها ضمن يمكن أسرة واحدة عم نحس هيدا الشيء. تمام. يسعد صباحكم. هلأ نحن أول شيء العمل بشكل عام بمدارس الأحد الأرثوذكسية هو ببركة صاحب الغبطة البطرك يوحنا العاشر، برعاية الوكيل البطريركي المطران أفرام معلولي، وبمحبة الآباء بكل الكنائس. أكيد نوجه لهم تحية جميعا. أكيد أكيد، ونحن ما بنقدر نشتغل إلا ببركتهم. أكيد. العمل الاجتماعي نحن ما له جديد عنا بمدارس الأحد الأرثوذكسية، هو قديم في عالم كتير اشتغلت فيه وكانت قد الحمل وقد المسؤولية. نحن بنحاول نغرس أو نعزز مفهوم العطاء ومبدأ العطاء عند أولادنا. مشان هيك نحن بمدارس الأحاد بنشتغل بالعمل الاجتماعي من أصغر طفل للعائلات، يعني من الطفولة والإعدادي والثانوي كل المراحل للعائلات، الكل بيشتغلوا بالعمل الاجتماعي، كل حدا حسب عمره. نحن في عنا كتير نشاطات بنقوم فيها، بنزور مركز بسمة، بنزور مياتين، بنزور دور عجزة، بنعمل زيارات لذوي الاحتياجات الخاصة. هالسنة كان في عنا زيارة كتير كتير حلوة كانت، وعطت صدى كتير حلو بقلب أولادنا وبقلب أهل الدار. هي كانت لدار الكرامة بفترة بين الميلاد ورأس السنة، كتير كانت حلوة هي الزيارة. هلأ بالإضافة لهذا الشغل نحن في عنا شغل كتير، ممكن نأمن فرص عمل، ممكن نحن منوزع أدوية، منوزع حصص غذائية، بس الحصص الغذائية بتكون موسمية. عم شوف بعض نوعا ما هلأ افتتاح هذا البازار. نحن منوزع حصص غذائية، الحصص بتكون موسمية مرتين بالسنة بإمكانياتنا المتواضعة. هذا هو أساس العمل الاجتماعي. يعني نحن إمكانياتنا متواضعة الموجود بكل مؤسساتنا الدينية الاجتماعية طيلة أيام السنة، بس اليوم نحن عم نحكي عن مشروع وهو جزء من هذا العمل. تمام. يلي إلي إلك، خلينا نحكي معك ست مي تشرحي لنا أكثر شو الفكرة من يلي إلي إلك. هلأ بفترة الحرب الصعبة اللي مرينا فيها وكثرة العائلات اللي تهجرت من بيوتها، فصاروا هدول العائلات عم يقصدونا نحن كلجنة عمل اجتماعي ضمن مدارس الأحد. فنحن المواردنا كتير متواضعة، كنا مضطرين نحن نلاقي فكرة يكون ما بدها راس مال وبنفس الوقت تساعد هدول العائلات. بعد التفكير لقينا فكرة يلي إلي إلك، هي فكرة كتير حلوة. الفكرة كتير بسيطة، من بساطتها حلاوتها، يلي إلي إلك. يعني إذا عندك حضرتك غرض بالبيت أنت مانك محتاجتي، ما عم تستعملي وما عم تستعملتي، يمكن حطيه بسقيفة بدرج، يعني هو مسبب لك عائق بالبيت، حتى تتبرعينا فيه. نحن وقت بتتبرعينا فيه منجهزه ومنهيئه ومنعرضه، وبيصير باعه بشكل بمبلغ كتير كتير رمزي، بحيث أنه ياخده حدا هو بحاجته ببيته. الفكرة على بساطتها كان بدها تنظيم كتير، يعني مو بيتم التبرع فيها لأشخاص، بيتم بيعها ضمن بازار. تمام. هلأ رح أشرح لك الآلية اللي نشتغل فيها. نحن عنا المعرض هو عبارة عن 6 أيام. قبل هدول 6 أيام بيتم الإعلان أنه نحن باليوم الفلاني عنا استقبال، ببلشوا الناس يجهزوا الأغراض بيوتهم لحتى يتبرعوا لنا فيها.
نهار الاستقبال عنا أول يومين هن استقبال، بيجوا العالم بيقدموا لنا الأغراض، نحن منهيئهم للأغراض ومنفرزهم. ليش عم بقولك منفرزهم؟ لأنه نحن صار يجينا نتفاجأ من الأشخاص، من الأشياء اللي صارت تجينا، صار يجينا موسوعات علمية كاملة، صار يجينا أحذية، صار يجينا جزادين، أكسسوار، صمديات، فنجين قهوة رايح منا، يعني طقم رايح منه فنجان، فصرتي بدك تفرزي. صار يجينا تياب شتوي وصيفي، نضطرينا نحن نعمل بازارنا بشكل موسمي صيفي وشتوي. نشكر الله أول يومين نحن بنستقبل، باليوم الثالث نحن منهيئ الطاولات ومنصف الأغراض كلها، بالأيام الثلاثة البقيانة نحن منعرض وبيتم البيع. بقى نشكر الله. هلأ هذا المعرض اللي نحن عم نتفرج على صوره كان استثنائي، نحن جميع الاجراءات احترازا تمام إلا اول شيء الصوره اول شيء لا كنا قراب هذول كنا قراب، بس الحقيقه كان الوضع كثير انه غير البازارات الثانيه. لا في حتى يمكن في كميه كبيره تمام، لانه ما كان في تكلفه ماديه كبيره فكان الانجاز اكبر. تمام. هلا نحن هذا البازار ما استقبلنا، ما اخذنا الشغلات الموجوده عندنا هي اللي عرضناها، وعرضنا فقط احذيه وملابس اللي هي حاجه العالم بهي الفتره. بس في كميات كبيره تمام، هدول موجودين عندنا، يعني هدول نحن من البازارات الماضيه محتفظين فيهم. تمام. هذا المعرض صار فيه الاجراءات انه نحن على الباب في كان مقياس حراره، كان في على الباب هلا ما بعرف اذا بيمرق الجهاز الرزاز التعقيم الكامل. ما في اولاد ابدا. هذا الشيء افضل هذا ابدا. ونحن كلياتنا اللي كنا عم بالكادر نحن كلياتنا عندنا كمامات وكفوف، ومنفضل الضيف يكون فايت بكمامه افضل. هي اجراءات اساسا هي بالاخير لحمايه الناس. صحيح. تماما. بس هذا البازار كان هيك، وكنا ما عم نخلي عدد كبير يفوت. يعني اذا فات عدد كبير نحن كنا نسكر الباب، توقف العالم برا لبين ما يخلصوا هدول الناس، نقول لهم تفضلوا ليفوت الناس اللي برا. تماما هيك. طيب ست ليندا، خلينا نحكي معك التفاعل بهيدا البازار قديش، يمكن عم نشوف الصور في كان اقبال كثير كبير، وقديش فعلا قدرتوا توصلوا لعيال؟ يعني لما نقول نحن عم نحكي عن عيال محتاجه، عم نحكي عن عيال نوعا ما متضرره خلال الحرب، قديش فعلا قدرتوا يمكن توصلوا لقلوب الناس من خلال هيدا البازار؟ هلا نشكر الله انه عن جد كثير التفاعل كان كثير منيح. هلا غير انه قدرنا نوصل للعالم، ما بتصدقي كمية الفرح يلي نحن وعم نشتغل، إنه نحن عم نشتغل لنقدم للعالم. صحيح. كتير حلوة. نحن أسرة، الكادر عن جد أسرة، وكلياتنا بنجي بنشتغل، العيال كلها بتشتغل، نحن وولادنا بهالتنظيم البازار، بالإضافة للفرح يلي العالم عم تجي تعطي الغراض. العالم يلي وقت عم تجي تعطي الغراض، أنا ما بنسى أول بازار، تتذكر اخت مي اول بازار اجت بنت صغيره هي ما عندها شيء تتبرع لنا فيه، تبرعت لنا بمقلمه بمقلمه انه هي مقلمتي انا حابه اعطيها للبازار. حلو. حتى بهذا البازار نحن ما استقبلنا اولاد، بس اجوا ولدين تبرعوا بلعبهم. كثير 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 شغله حلوه. بالاضافه للعالم يلي عم تستفاد من البازار، نحن كثير في عالم بتجي ما لها ادراك، ما لقدرانة تدفع، يعني ممكن تاخذ ببلاش، يعني ما تدفع شيء. وهذا اللي كان بدي اسالك عليه، اليوم الاستفاده من البازار بشقين، الشق الاول انه انتم جايبين اشياء هي قيمتها الماديه بسيطه جدا، ممكن كمان شخص ياخذها ببلاش، الشق الثاني اللي هو ريع العمليه. تمام. البيع اللي عم بتتم عم بتروح لاسر. هذا اللي بدي اوصل له، انه عمليه ريع البازار عم يكون للشغلات اللي نحن بدنا نستفيد منها بعدين، ان كان حصص غذائيه او ادويه او اي شيء نحن بنشاطاتنا بنشتغل فيه. كمان يعني ضمن نفس الاطار، فينا نفس الاطار، وهون تكمل دائره. تمام. دائره العمل او دائره الخير. هون كمان بدنا نسالك اخت مي، يعني اليوم العمل المجتمعي عمل بياخذ جهد ووقت، خلينا نحكي عن كمان اليه العمل، اليه عملكم خلال الايام، كيف بتقسموا مو بس هذا البازار بشكل كامل؟ يعني هلا نحن من خلال صفحتنا على الفيسبوك بيوصلنا بقلب السنه كمان بيدقوا لنا بانه في عندهم اشياء بدهم يقدموا لنا اياها. هلا اول فتره كنا نحط ببيوتنا، يعني مين عنده شويه فضى ببيته يحط، بعدين ما عاد يمشي الحال، اخذنا مكان صغير وصرنا نحط فيه الاغراض. يعني نشكر ربنا انه في تفاعل كثير كبير من قبل العالم،
قدرنا نوصل لهذا الشخص اللي هو ما قدران يدفع مادة لحتى يتبرع لحتى يحس بفرح العطاء، بس قدران عنده هالمزهرية هالصمدية قدران يعطيها ويتخلى عنها لحتى ممكن يحس. موجود بالمجتمع السوري من زمان، أكيد شعور بالآخر. أكيد نوعا ما كان في تسليط ضوء عليه لأنه ما في كان هي تمام. الجمعيات والبازارات، بس هيدا موجود بالمجتمع السوري، نحن وعينا عليه. يعني نحن وعينا أمهاتنا بتلاقيها بتشيل غرض على جنب، هي لجارتك، هي لا حدا فقير بالحارة، هذا لفلان، فهذا اللي ربينا عليه أساسا. ما هذا بس اللي أبرزنا. نحن عم نعزز هذا الشيء بس نحن أبرزنا هي الخصلة اللي عنا، وقدرنا نوصل لشخص اللي هو قدران يجي وياخد إما بسعر رمزي أو حتى مجانا مثل ما حضرتك قلتي. ما عنا مشكلة، حتى نحن بنتعامل مع جمعيات ومع أخويات، تفضلوا خذوا اللي بدكم يا من البازار ووصلون للأشخاص بمعرفتكم. يعني هذا الشيء كمان كثير مهم. ونحن ككادر الجو اللي بنخلقه مثل ما قالت الاخت ليندا، الجو اللي بنخلقه نحن بنستنى البازار من الموسم للموسم لحتى نجتمع مع بعضنا. وهذا اللي قلت بالبداية أسرة بتحس انه عن جد، يعني نحن كثير بنتمنى انه يجي حدا يشوفنا حتى من برات مدارس الاحد، وقت اجوا مره وشافونا صاروا معنا، ينزلوا يستنوا البازار لينزلوا يساعدونا. يعني هي الحالة اليوم هي حالة مو بس حالة مجتمعية حلوة، حتى إذا حكينا إلى جانب اليوم عمل المرأة، يعني اليوم أنتوا سيدات بيوت عم تشتغلوا بعمل تطوعي اجتماعي، نحكي كمان عن هي الجزئية. اليوم ما خلال 10 سنين حرب كل حدا فيكم كان عم بيدور عن حلول أيضا لحتى يساعد نفسه بقلب بيته. يعني خلال هي كلياتنا ستات بيوت، يعني نحن كلياتنا عاملات ونحن الست ايام بناخذهم اجازه وبنتجند بشكل رسمي. تمام، بناخذهم اجازه، هذا اجمل نوعا ما. يعني هذا بيعطي جزء من مكان شغلك. هو تماما مثل ما حكيتي، هو تطوعي. الفكره انه انا بالبازارات القديمه انا واخت ليندا وكلياتنا ننزل على البازار نحن واولادنا وجوازنا، وببلشوا هن يزقوا معنا، يعني كل العائله بتشتغل في شراكه بين العائله. تمام تمام، هي الحاله اللي انت حضرتك عم تحكي عنها هي كثير كثير حلوه. ايه، وهي اساسا حتى لما تربي اولادك هي التفاصيل، هذا شيء جميل. اكيد نوعا ما هذا التفاعل قديش فعلا بيعطيكم طاقه ايجابيه او استمرار، يعني في ظروف قاسيه عم تمر على الكل نوعا ما، بس قديش هذا بيعطيك دفع انه انا وصلت ل 200 عائله، المره الجايه بدي اوصل ل 400 عائله. مثل ما انت موقف بسيط نوعا ما لطفل صغير عم تتبرع بمألمتها، هذا احيانا في اي حدا بتلاقيه تعبان خلص انا خلصت طاقتي، بس هيدا الشيء بيعطيك يمكن شحن نوعا ما لطاقتك ايجابيا للاستمرار. تمام. حتى هلا يعني ذكرت اخت مي انه نحن وجوازنا في كثير اشخاص كبار بالعمر ما بيقدروا يجيبوا الاغراض هنين، بنروح نحن بنجيبهم، يعني مستعدين انه نروح نجيبهم من بيوتهم ونجيب الاغراض. يعني فكرة كتير مهمة، نحن بدنا نشكر وجودكم معنا اليوم، ويلي إلي إلك بنتمنى الكل إنه هو يشارك فيها ويكون متواجد فيها. شكرا لكم. شكرا لكم ومحبتكم، أنتم ضويتوا علينا، يعني هذا شيء كتير مهم لنا. شكرا كتير لكم. بس أنا حابة أشكر كتير في أشخاص بيدعمونا، أشخاص من خارج مدارس الأحد بيتبرعوا لنا، أخوة قدامى بمدارس الأحد كمان ما بينسونا، أيمتى ما بدنا أي شيء منلاقيهم دعمونا ماديا ومعنويا. واي حدا دعمنا شكرا كثير له، اكيد نوجه تحيه، وشكرا كثير لكم. ونحن بدنا نوجه تحيه باسمنا لكل العاملين في العمل، فينا نقول الاجتماعي العام بمدارس الاحد، على الجهود اللي عم تقوموا فيها. نتمنى لكم التوفيق بكل خطواتكم. دائما نحن فخورين يمكن نوعا ما بالعمل التطوعي السوري اللي عم يكون له صدى انساني على الارض، ونوعا ما هي مساعده الاخر والبسمه اللي بترسميها على وجه الاخر هي اجمل شيء اليوم. شكرا كثير لكم. شكرا كثير. شكرا لكم.